تنظيف البطارية بطريقة سهلة ومنزلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شباب، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتي. اليوم سوف أريكم الطريقة السهلة والرائعة لتنظيف البطارية التي فعالة 100%. تحتاجون إلى عنصرين، رائحة وقطعة من القطن. يمكنكم استعمال عود تنظيف الأذنين. نقوم أولا برش الرائحة على أو العطر على الأسنان كما تلاحظون، وبسرعة نقوم بفرك الأسنان بهذا الجانب وأيضا من هذا الجانب. وبهذه الطريقة نكون قد انتهينا باستعمال عنصرين متواجدين في كل المنازل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.